أكثر من بدون تصور. اليوم هو جزء من لقاءات التحضيرية اللي بتصير لأسبوع القراءة الوطني في المحافظات الفلسطينية. اليوم كنا بيت الكرم ومع مجموعة من المؤسسات بدعوة من المحافظة ومؤسسة تامر لبداية تحضيراتنا لانطلاق فعالياتنا في تشجيع القراءة بالمجتمع الفلسطيني، وللانطلاقة السنوية بتصير من 1-7/4 من كل عام، وإن شاء الله السنة يعني تتحاور وتتشارك المؤسسات في الخروج بمحور معين لحملة تشجيع القراءة، وهو اللغة وأهمية اللغة العربية في المحافظة عليها لتعزيز هويتنا وانتمائنا وتطوير لغة الأطفال بشكل جميل وملائم، اللي عن جد حقيقة نقدر نحافظ على اللغة العربية بشكل أساسي. طبعا اليوم لقاءنا هو تحت رعاية محافظة تولكرم، استضفنا مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ومؤسسات المجتمع الأهلي اللي بتشكل قطاع مهم من العمل المجتمعي لإطلاق مشروع حملة تشجيع القراءة في أسبوع القراءة اللي راح يكون من 1/4-1/7. طبعا راح يحمل هذا البرنامج اللي هو تحت عنوان تشجيع اللغة العربية وأهمية اللغة العربية. فالسنة راح يكون هذا البرنامج يعني باخذ عنوان كبير، هو قديش لازم نهتم في اللغة العربية كونها هي اللغة الأم، ودخل عليها كثير من التحديات شوهت اللغة العربية لقطاعاتنا، سواء القطاعات اللي في فئة الطفولة أو الشباب أو الكبار، للتدخل التكنولوجي وبالتالي سوء الاستخدام، وهنا أثر على هذا الجانب. هاي الحملة نتمنى أن تخرج بمخرجات إيجابية نصوب مسارنا في استخدامنا للغتنا الأم وهي اللغة العربية.